السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتحدث عن معالم المنصورة. ما نشاهده الآن مسجد ابن لقمان. مسجد ابن لقمان مجاور لمدرسة ابن لقمان للتعليم هذا المسجد يسمى مسجد ابن لقمان مجاور لمدرسة ابن لقمان الإعدادية المشتركة. في الجهة المقابلة جامعة المنصورة، عمارة الجمهورية للطالبات. عمارة الجمهورية للطالبات، مسجد ابن لقمان. جامعة المنصورة، عمارة الجمهورية للطالبات. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته سعادة الرئيس. مسجد ابن لقمان بالمنصورة. وكلنا يعرف دار ابن لقمان التي تم أسر لويس التاسع بها. شارع الجمهورية بالمنصورة وعمارة الجمهورية للطالبات، جامعة المنصورة، شارع الجمهورية المنصورة أو شارع البحر. شارع الثانوية. هذه منطقة مدارس الثانوية العسكرية، الثانوية الفنية الصناعية. هذه كلها منطقة مدارس. كلية الآداب. مدرسة ابن لقمان، مدرسة شجرة الدر، كل هذه منطقة مدارس كما نشاهد.